اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بنجمتنا الكبيره في الوقت الطويل في العاب القوى ونجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا اسراء عويس، والحقيقه اللي حققت نتائج كبيره جدا الفتره اللي فاتت على المستوى العالمي. اهلا بك يا كابتن اسراء. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا في قناه الاهلي. بنورك، متشكره جدا. في البدايه يعني عايزين نطمن عليك، يمكن انت اخر فتره لعبتي يمكن مباراتين او بطولتين مهمين الفتره اللي فاتت، كانوا بطوله النخبه، يمكن بطوله منهم بطولتين النخبه، واحده خدنا فيها فضه وخدنا واحده خدنا فيها ذهب، صح كده؟ والبطولتين كانوا في ناند. كلميني عن ظروف البطولتين دول وازاي اتأهلت لهم ورحت لعبت ازاي واستعديت ازاي وجات لك فكره المشاركه ازاي؟ فكره المشاركه كانت يعني دي كانت اول مره، لان المختلفه ان احنا المشاركه دي كانت داخل الصالات. انا على طول كنت بلعب يعني اوت دور مش ان دور، فالموضوع جه للاتحاد. الاتحاد المفروض ان هو بيعمل سيرش للبطولات وبيشوف البطولات اللي ينفع احنا نشارك فيها، بيبعت زي انفيتيشن، بيبعت زي ايميل للمسؤول عن الملتقى وبيرد عليه باكسبت على حسب الارقام اللي انت المناسبة. الارقام بتاعه اللاعب لو ينفع او يسمح ان رقم مشارك في الملتقى فبيرد عليه باكسبت. بس الاول انا هاخد كلامك افصصه حته حته. تمام. الاول احنا دايما بتلعبي انت في الاول دور يعني او ايه الفرق بين الاول دور والصالات؟ عايز اعرف الفرق حتى يعني للساده المشاهدين. لا، الموضوع مختلف جدا. هو يعني ممكن تكون في بعض الالعاب المسافات او حاجات بتختلف. بالنسبه للبسبول الموضوع مش مختلف قوي في اللعبه، يعني هو بس مختلف في الاجواء. بتهيألي كده. الاجواء مختلفه. برضو علشان الملعب صغير، فيعني مثلا في الاوت دور انت موجود في مكان في حواليك مساحه للايفنتات التانيه، حتى لو بتلعب في نفس الوقت في مساحه بين مكان الايفنت ومكان الايفنت التاني. في الاندور لا، الالعاب قريبه جدا من بعض. يعني احنا كنا بنلعب. بس ده يمثل لك ايه؟ هو حاجه معنويه فقط، انما الدايمنشنز بتاعتك لا لا لا، ما فيش فيها كلام. اي تغيير. هو بس ممكن يكون الفرق بين الاندور والاوت دور اذا كان بقى في سرعه رياح. ايوه، بتختلف بقى في الاندور والاوت دور. برافو عليك، ان في هوا جاي مقابلك. هو معاك ايا كان معايا او عكسي، اما في الاندور ما فيش هوا خالص. طيب، اللي بعتوا الاتحاد طلبوا ممكن حد يشارك. دي ما كانش ليها بطوله النخبه في ناند داخل الصالات، ما كانش ليها تصفيات، ما كانش ليها حاجه. بعتوا الاتحاد وبداوا بيبقى على حسب الارقام. بيبعتوا ان احنا نشارك، بس بيحصل اكسبت من منظم الملتقى بس. وبعد كده يعني بعتوا كام اسم من عندنا في مصر؟ هو انا رحت فرنسا محمد مجد، انا في الوزب. ما انا عارف الوزب. الوزب بعتوا كام اسم؟ واحد بيطلبوا اسم واحد ولا ممكن يبقى اكتر لعيبه، اكتر من لعيبه رايحه؟ لا لا لا، ما فيش عدد محدود، هو على حسب رقم. الارقام. ما انا بقول بقى الارقام دي مشيت مع كام لعيبه من مصر؟ انت بس؟ بس رقمك هو الوحيد، الوحيده من مصر اتاهلت بالارقام اللي هم عايزينها.